أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى برنامج طبيبك النفسي. اليوم سنعيش تجربة أخرى وموضوع آخر، ولكن دائما مع أطباء مختصين في مجال الطب العقلي. تابعونا، سنكون دائما معكم مرافقين في بيوتكم، دائما معكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج طبيبك النفسي. شكرا جزيلا على التفاعل معنا عبر صفحة الفيسبوك، وأيضا نشكركم على التشجيعات. بالطبع نحن في خدمة الجميع. موضوعنا لنهار اليوم رح يكون بالطبع له أهمية كبيرة، بالخصوص خاصة يتعلق باضطرابات النوم. شكون اللي ما رقدش بزاف ولا ما عندوش النوم وحصل له عنده مشكل في اضطرابات النوم؟ بالطبع هذا الموضوع رح نناقشوه بقوة مع دكاترة مختصين في المجال، ونستقبل كل أسئلتكم ومشاكلكم عبر صفحتنا الظاهرة أسفل الشاشة. اضطرابات النوم وموضوع نهار اليوم. نرحب بالدكتور بن سراج، مساء الخير. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك. مساء النور أخ قمر، شكرا على قناة الجزائر أنوال للاستضافة. شكرا لك الأخ قمر، ربي يجازيك، مرحبا اليوم بك. راح نتناول موضوع اللي هو مهم جدا، وهو اضطرابات النوم. أكيد. لأنه هذا في حد ذاته ليس مرض، ولكن هو عرض من الأعراض اللي قادر أنه تسبب في مشاكل بزاف في الصحة، وهذا هو هدف البرنامج. بالطبع راح نشوف التقرير دكتور بن سراج اللي وجده لنا زميل زهير خشانة، ونعود لكم للنقاش. الأرق نوع من الإمساك العصبي، حيث لا يمكن تفريغ أحشائك من ذكرياتها مهما حاولت. هذا هو التعريف الأدبي لاضطراب النوم. أما علميا فهو انقطاع تام ومتقطع عن الراحة التي يحتاجها الجسد، ما سيعود بالسلب على الأعضاء المختلفة مانعا إياها من تأدية مهامها. وتختلف أسباب الأرق بين التفكير وتغييرات في أنماط النوم والتوتر، حيث يعاني منه أكثر من ثلث البالغين في مرحلة معينة من حياتهم. اضطرابات النوم ما هو إلا كيفاش نقولوا إن سيمبتوم، من يمكن يكون يبين أمراض واحدة أخرى. ما كيجيك مريض يقول لك عندي اضطراب في النوم، لا لازم نبحثوا ما وراء هذا، على أساس أن لازم نعرفه أسكو اضطراب النوم ما هوش يقدر يرقد، ولا راهو يفطن بزاف في الليل، ولا عنده مشاكل هي اللي ما خلاتوش يرقد، ولا عنده تدهور في النعاس. دونك لازم نحوسوا واش كاين، خاطر اضطراب في النوم ما هوش مشكل واحد، راهو سبب مشاكل أخرى. أنا عندي واحد البنت في عمرها 17 سنة، جاتني الأسبوع الفارط ما رقدتش ثلاث أيام مور بعضها، إبا دارت حالة هستيرية كبيرة. ما باسكو النوم ربي عطاهونا نعمة أنه يريح فيه لو سيربو تاع بنادم. الإنسان كي ما يرقدش هكذا أيامها ثم يزيد يطيح اضطرابات نفسية كبيرة. صافي لازم الإنسان يعالجوا هاد المشاكل قبل ما تتفاقم. فمن كل هذا وذاك نصل إلى استنتاج واحد وحيد، أن الصحة النفسية تشبه كثيرا صحة الإنسان. فكما يجب العناية بالفم يوميا وإزالة بقايا الطعام حتى لا تؤدي إلى مشاكل، يجب تنظيف النفس من المشاعر الضارة تحت شعار العلاج النفسي ليس عيبا ولو قالوا. كما كنا نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير، بالطبع يتحدث عن اضطرابات النوم، شيء صعب 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 جدا. يعني كما شفت المختصة قالت لك 3 أيام والطفلة ما رقدتش، جات لها حالة هستيرية كبيرة. يعني النوم مهم جدا، خاصة دكتور لو تشاطرني الرأي، عندنا نخليك انت تهضرها هذه. بالطبع عندنا على 11 لازم الإنسان، ولا 10 لازم الإنسان يكون على فراش النوم باش ما يصيرلوش من بعد الأرق ولا اضطرابات في النوم. طبعا هي اولا لو نتكلم عن النوم، النوم هو وظيفه فيزيولوجيه وهو لازم للحياه، يعني من اجل ان يكون الاداء تاع الانسان مليح في الحياه لازم له، من اجل الراحه تاع سائر الاعضاء بما فيها المخ القلب جميع اعضاء الجسم، لازم مده كافيه من النوم، والتي تتراوح ما بين 7 إلى 8 ساعات، اي ثلث ما يعيش الانسان. وفي حاله ما اسمح لي فقط دكتور، تقول 7 إلى 8 ساعات بالنسبه للطفل ولا الكبار فقط؟
بالنسبة للطفل والكبار، ولكن تختلف. وطبعا ساعات النوم تنقص مع مرور يعني عدد البالغين تكون ما بين 7 إلى 8 ساعات، ولكن عند الكبار تنقص الحاجة إلى النوم. والسبب لأنه مشاكل النوم تظهر كثيرا مع بداية سن الشيخوخة. جميل. طيب اضطرابات النوم، لما الجميع يسألنا يقولنا اضطرابات النوم، أنا ما نرقدش مليح، كمني الأرق، وش هي المشاكل التي تدفع بينا ما نقدوش مليح في الدار؟ اضطرابات النوم هو في حد ذاته ليس مرض، ولكن عرض يخلي الإنسان يروح يشوف الطبيب يقول له ما نرقدش مليح. وهذا راجع لعدة أسباب، أسباب قد تكون نفسية، قد تكون أمراض عضوية، وقد تكون مشاكل عائلية. يعني هناك اضطرابات في النوم لتكون مؤقتة نتيجة لمشاكل عائلية، نتيجة لوفاة شخص عزيز، نتيجة لمشاكل دراسية أو مشاكل في العمل. وهناك مشاكل أخرى، اضطرابات في النوم تكون مزمنة، وذلك راجع يا إما على أمراض نفسية مثل اكتئاب أو اضطرابات القلق أو اضطرابات ثنائية القطب ما يسمى بتروبل بيبولار، أو ممكن مشاكل عضوية، أمراض مثلا أمراض الروماتيزم، أمراض يأتي منها دولار كرونيك، أي ألم ما تخليش الشخص ينام. وهناك أمراض أخرى يعني راح نطلقوا لها إن شاء الله في الحصة هذه. بالطبع، خلينا نقول مثلا اضطرابات النوم كيف ستؤثر مباشرة على صحة وجسم الإنسان. يعني مثلا واحد ما يرقدش 3 أيام ولا 4، بالطبع مش حيكون إنسان طبيعي. طبعا هي تؤثر سلبا بحيث يصبح أكثر عصبية، ينقص تركيزه، قد يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي، يؤدي إلى عدة مشاكل. يعني أولا من جانب النفسي يكون كثير القلق، كثير التوتر، يكون يتعامل بانفعال وبعصبية. ومن الناحية الفيزيولوجية أيضا قد يؤثر سلبا ويكون عامل خطر بالنسبة لأمراض مزمنة مثل أمراض القلب، أمراض السكري، وقد يؤثر أيضا على فعالية الجهاز المناعي، لأن الأعضاء تاعنا تحتاج ساعات تاع النوم من أجل تجديد الطاقة في الجسم. صحيح. المشاهدين الكرام، نركز دائما في برنامج طبيبك النفسي على كل المشاكل التي تعرقل مسيرة الحياة. العديد منا يتساءل دائما، يقول أنا ما نرقدش في الليل لأنه عندي مشاكل ربما عائلية، لكن هناك أشخاص يقول أنا ما عندي حتى مشكل وما نرقدش. كل هذه الأسئلة راح يجاوبونا فيها أطباء مختصين في الطب العقلي، وأيضا راح نجاوبهم على كل ونعطيه لهم مدو جرعة الأمل، تلك الجرعة التي ينتظرها الجميع. صديقنا وصديق البرنامج أخونا دكتور العيفة بعد لحظات حيلتحق بينا ونهضر دكتور بن سراج على كل المشاكل التي تخص خاصة اضطرابات النوم سواء للكبار أو حتى الصغار. عندنا أيضا في اضطرابات النوم مشاكل عديدة، ويلتحق بينا الدكتور العيفة. ولكن للأسف الشديد كاين فئة كبيرة من الناس عندهم اضطراب في النوم، ولكن كاين هنا يقول لك الناس أنا ما عندي حتى مشكل لا عاطفي ولا مشكل نفسي ولا مشكل شخصي، بصح ما نرقدش، أنا عندي مشكل في النوم. دكتور العيفة بطبع مرحبا بك العادة. الله يسلمك. ترحيب. شكرا قمر الدين. والموضوع شيق بالطبع. شيق طبعا، وموضوع الأرق خصوصا الأرق، يعني اضطراب النوم عموما وخصوصا الأرق، يعني كثير من الناس يعانيوا منه. نعطيك إحصائية فقط، 30% من سكان العالم يعانيوا كل عام من اضطراب النوم، كسوا الأرق ولا فرط النوم ولا الاضطرابات المصاحبة للنوم. دونك ما كاينش واحد منا في فترة ما من حياته ما عاناش من اضطرابات النوم. انا البارح ما رقدتش، البارح
طاقة تخبطت بالريح بعد كي كمل الطاقة زدت العين تاع الصاب دو بس بعد الماء زدت تنط. هذا يعتبر دكتور بسيراج هذا يعتبر اعتراف انه كبير هذا. نعم يعتبر والنسيان ممكن تقلقت بارابور للبرنامج تحضير ممكن البرنامج ممكن جدا ممكن يعني ممكن خليت في قلبي البرنامج قلت غدوه ان شاء الله كي نروح ندير البرنامج لازم نكون اون فورم لازم الجمهور تاعنا والمشاهدين تاعنا نكونوا على قدم وساق هذا هو هدفنا ولكن للاسف الشديد ما قدتش مليح والحمد لله بربي ان شاء الله نحاولوا قدر المستطاع ان نمدوا لو ماكسيموم شرب جوج قهوي تفضل دكتور العيفه مباشره. شكرا قمر الدين. كما سبق وقلت اضطراب النوم يعني جد مهم ومنتشر بالبزاف. كاين حاجه لازم نفرقوا بين اضطراب النوم كاضطراب كمرض يعزى لاسباب اخرى نفسيه او عضويه وبين يعني الارق العابر هذاك اللي يكون اقل من شهر باش نقدروا نقولوا اضطراب نوم لازم يكون اكثر من شهر ولازم يدير خلل وظيفي وريتونتيسمون يعني كونسيكونس يعني نتائج على الحياه العامه للانسان. اما الارق عفوا تاع يوم يومين او حتى اسبوع هذا نتيجه ظروف ما ولا هذا اللي بانا نقدروا ناخذوا نديروا بعض الظروف اللي تهيئ النوم مثلا تفادي الضوء تفادي الضوضاء تفادي بلا ما نكسبلوري حتى احنا دو لا دو ام واي فو اكسبلور يعني حتى احنا في الكواليس تحدثنا مع دكتور بن سراج فيما يخص مثلا الديمو يبقى شاعل ولا دي زومبول يبقاو شاعلين درك المجتمع تاعنا خاصه انا ما نلومش حتى واحد حتى انسان علاش لانه يجي مرهق جدا للبيت من خلال العمل اليومي يخلي الديمو شاعل يخلي يقول لك انا معليش نطفي برك الديمو يبقاو هذوك لي بوتون روج هذوك اللي في الديمو ولا في التلفاز مشاهدينا الكرام باش تفهمونا مليح. هل عندهم علاقه باضطرابات النوم دكتور بن سراج؟ نعم عندهم علاقه باضطرابات النوم ولهذا انا ننصح جميع المشاهدين راه المشاهد الكريم يشوف فينا تجنب الشاشات سواء شاشه الهواتف الذكيه او شاشه التلفاز او شاشه الحواسيب لانه فيها الضوء الازرق لا لوميير بلو لا لوميير بلو هذه البلوك لا ميلاتونين يعني نشرحها بصفه مبسطه هي تقوم بتثبيط هرمون النوم اللي هو الميلاتونين وهذا اللي يؤدي الانسان يعني يسهر يولي يسهر بزاف وقادر يعني ممكن ما يكونش عنده مشاكل ما يكون عنده حتى مرض ني مرض نفسي ني مرض عضوي ولكن يعود يعاني باضطرابات النوم بسبب هذا الافراط في الشاشات. لهذا انا ننصح كل واحد قبل ما يرقد يبعد على الشاشه على الاقل نصف ساعه يعني يقعد في الفراش نتاعو يحاول يقعد في غرفة تكون الحرارة تاعها معتدلة يكون فيها الهدوء يبعد على الشاشات باش يكون كاين يعني خليني قابلية النوم. تفضل بن سراج يقدروا يلقاو الميلاتونين كمكمل غذائي في الصيداليات كمكمل غذائي وليس لديه بدون وصفة بدون يعني ولكن حاجة طبيعية أحسن لكن حاجة طبيعية أحسن يعني الميلاتونين هو يعتبر دواء بديل فقط يعني في حالة ما إذا يكون الإنسان أصبح يعني وصلت لدرجة الإرهاق لازم خليني نطرح مثلا بعض الأسئلة نشوف فيها ونحس باللي مشاهدينا الكرام حبوا يطرحوها بالطبع. اضطرابات النوم تقول أنت مثلا ما تديرش الشاشة ولا ما تديرش هذاك التلفاز هل يعتبر مثلا الهاتف النقال لما نحطه بحدايا هكذا عنده علاقه وطافي مثلا في الشارجر وطافي عنده علاقه ولا لازم نبعده لغرفه اخرى؟ هي مستحسن تبعدوا عليه لانه كاين دي زونت كاين دبدابات وكامل ولكن احنا في النوم خصوصا نهضروا على لا لوميير بلو لايت الضوء الازرق هذاك هو اللي يقتل خلينا نقول ينقص في في الادوري دفي تاع لا ميلاتونين اللي هي هرمون النوم. درك مثلا حتى في الديمو هذاك يبقى هذاك نطفيو الديمو ولا التلفاز يبقاو دي بوتون شاعلين هذوك اسكو عندهم علاقه ايضا ولا ما عندهمش علاقه؟ هو نوع من الضوء نوع من الضوء باش نكونوا واضحين لانه كثير من المشاهدين يطرحوا اسئله هكذا يقول لك انا نطفي كلش بشحال نخلي يعني تما قصدك لازم نحيو لي بريز ينحي لا بريز هذا فقط من المستحسن انه ينحي لا بريز تاع الديمو هذاك وخلاص. طيب مادام قلت دكتور العيفه شهر كامل وحنا نستناو كاين اضطرابات نوم كبيره وكل شيء اذا فات الشهر مثلا ولا نقولوا 28 يوم هنا واش يدير المريض؟ هنا واش حيدير وكيفاش يلجا مباشره؟ هنا يفو كونسلتي بسيكياتر طبيب مختص في الصحه العقليه اللي من بعد راح يدير دوتر راح يدير ان اكزام كلينيك مونطال فحص طبي عقلي ويفا اكسبلور يدير استجواب يعني ظروف النوم هل ناتج لظروف ما او نتيجه مرض نفسي
يعني عديد من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب، مثلا الفصام، بعض الهلاوس، بعض اضطرابات القلق، يقدروا يديروا اضطرابات النوم. ومرات نلقاو مرض عضوي، مرض عضوي مثلا ألم، مرض ما، ولا كاين مثلا كونسيغور، ربي يشفيهم إن شاء الله، نتمنوا الشفاء العاجل. والله صدقوني لما أتحدث عن أمراض السرطان ربما يعجز كلامي أو لساني عن التعبير، لا أجد ما أعبر، لأنه حقيقة ضغط كبير، ضغط كبير. ربي يشفيكم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يكون معاكم، لأنه صعب جدا. ونتمنوا ترسلونا في أي مشكل نفسي، أكيد أنتم عندكم هذا الضغط وعندكم هذا الألم، ما تحسوا به غير أنتم، بس احنا حرفقوكم إن شاء الله نحاول لكم ولو جزء صغير 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 مع الأطباء اللي جبناهم جليلة ودائما معنا في الحصة، هو ستانكرونيكور برينسيبال، والدكاترة المختصين يكونوا دائما ضيوف معنا في البرنامج. نتمنى إن شاء الله تكونوا معنا هنا بيتكم، احنا خوتكم، احنا حنكونوا معاكم إن شاء الله. أنا لما نشوف واحد مريض بالسرطان يبكي، صدقني بالله يتمزق القلب 1000 قطعة، لأنه تحس بهذاك المرض، تحس بهذاك الإنسان. لذلك أنا قررت في قناة الجزائر أنوار أن يكون الجديد، أن يكون التواصل المباشر، حتى ذلك الإنسان مثلا مريض بالسرطان يقول لك أنا ما نجمش نروح للطبيب المختص في الطب العقلي، أنا مانيش مهبول. أنت تبين له لا، هذه لا علاقة، هو ديجا في ضغط، ما نجمش تلومه أصلا. تفضل دكتور بسيراج. طبعا يعني هذه الفئة من المرض هذا مرض خطير، يعني في المجتمع تاعنا لما تقول كلمة سرطان كأنك تكلمت على الموت مباشرة. يكون عليهم ضغط كبير، ويكونوا سو تريتمون شيميوثيرابي، يعني بروتوكولات علاجية ثقيلة جدا، وتتسبب في آلام وآلام، وهذه الآلام اللي تخليهم ما يرقدوش. يعني هما أصلا يعني هذا مرض السرطان بحاجة إلى متابعة نفسية، يعني واحد يعطيهم بصيص من الأمل يساعدهم به يسيروا هذه الحالة تاع الضغط والآخر. وثاني فهذه من جهة، ومن جهة أخرى يعود عندهم اضطرابات كثيرة في النوم، يعني بإمكاننا نعاونوهم بعلاج مؤقت. والعلاج النفسي أيضا له دور مهم في تحسين يعني نوعية النوم. نعم، احنا قلنا تكلمنا على انه اسباب اضطرابات النوم تقدر تكون نفسيه، امراض نفسيه، تقدر تكون امراض عضويه. يعني بين من اهم اسباب اضطرابات النوم حبيت دكتور بن سيراج يوضح لنا اضطراب الطريف ريكون، منتشر بزاف الناس يعانيوا منه، انقطاع التنفس اثناء النوم، لابني دو سومي، سيندروم ساوس، لو سيندروم دابني اوبستركتيف دو سومي. اشرح لنا فقط قبل ما نمشي، فهمنا الناس كامل يفهمونا، احنا مش ميلوموناش الجدات والاجداد، سمحوا لنا والله لازم يفهموكم، دي ما كاش غير الميدسان يفهموا، لازم حتى الجدات تفهم مسكينه، وحتى الجد يفهم، ماشي يقول لك علاش يا ولاد تهضروا هكا بالفرنسي وحنا ما نفهموش. نتلقاو بعض الانتقادات، ولكن انتقادات بناءه، شكون صريح مع نفسي. الصحفي اللي ما يتلقاش انتقاد ماهوش صحفي، راح تقول انت سوبر ستار، ما كاينش سوبر ستار، كاين انسان محتاج شيء وهما محتاجين منا انهم يفهمونا. درك لا بيتسومي هذه هي انقطاع، مثلا يكون راقد المريض وبعد تقطع النفس وهو يكون في النوم بلا ما على باله. كاين ديزاباري، نخليك تهضر دكتور بن سيراج على هذا الموضوع، ولكن بسط لي باش يفهموني فقط الجد، والله غير تزعف يتزعفوا الجدات ويدعيوا. نحاول نبسط لك، يعني نحكي لك على ما يسمى بمتلازمه الانقطاع التنفسي في النوم، سيندروم دابني دو سومي، نحاول نعطيها لك بصوره بسيطه. هو الانسان هذا كيكون راقد، نسبه الاكسجين تاعو في الدم تنقص، ويصرى توقف يعني مده 10 ثواني بعد هكذا. كيف نعرفوها؟ هذا الإنسان تلقاه يشخر بزاف في الليل، هذه ديجا حاجة تقدر كما نقولوا توجهنا للتشخيص. ثانيا كاين واحد آلة وسمها لوكسيماتر، وهي اللي تقيس نسبة القوى عند لي زانترنيست ولي بسيكياتر، لي زانترنيست لوغارام اي لو بسيكياتر. يعني كاين حتى تخصص فرعي في طب الأمراض العقلية، كاين تخصص فرعي بما يسمى بطب النوم أو لا ميديسين دو سومي. لا ميديسين دو سومي، لا ميديسين دو سومي. اسمح لي فقط دكتور باش يفهم المشاهد الكريم، انا قلت لك الجدات الله غير يدعيوك، باش يفهم المشاهد الكريم، نجم نلقاو هذه الالات عند الطب الداخلي، يعني اطباء اللي عندهم ميديسين انترن، سواء دايرين كارديو فاسكولار ولا ديابيتو ولا غاسترو، نلقاو عندهم هذه الالات هما يشخصوا، ولا البسيكياتر اللي عندهم ايضا تخصص غير اللي هما الطب العقلي، ينجموا يروحوا عندهم يدير لك التشخيص المباشر وهو يدير لك الاسويدي. تفضل. طبعا هذه باش يقيسوا نسبه الاكسجين في الدم، يعني يشوفوا كاين
يعني هي لا ساتوراسيون يعني التشبع من الاكسجين لازم يكون 94% فما فوق. صحيح. يعني هذا النوع من المرضى اللي يعانيوا يقدر يهبط حتى 60-50%. يأثر عليهم مباشرة على القلب. مباشرة على القلب ويأثر ثانيك على النوم، لأنه أكثر عضو حساس للأكسجين هو العقل قبل القلب، يعني سيرفو. السمنة تأثر في هذه الحالة؟ السمنة تأثر كثيرا في هذه الحالة. وكاين ثاني لازم يدير إكزاما يعني تشخيص عن طبيب مختص أذن أنف حنجرة، لأنه يشوف هنا يعني الإكزاما أورالي، يشوف هنا كاش انسداد انفي ولا اثر. نعم. بما يسمى بلي فيجيتاسيون سي انسداد اسكو بعد باهي يشوف يروح للطبيب العقل. يعني يبدا يشوف الطبيب يعني طبيب يعود مختص، سواء يكون طبيب داخلي او طبيب مختص في الاذن انف حنجره او طبيب عقلي داير فرع تاع النوم، هما يوجهوه حسب يعني المشكل يقدروا يلقاو الحل لهذا المشكل. وهذا الفرع متوفر يعني في مستشفياتنا الجزائرية؟ متوفر هذا الفرع تاع مثلا في لابسيكياتري عندكم دكتور العيفة؟ كاين هذا الفرع؟ هي في أوروبا كاين دي زوبيتو دي دي لا ميدسين دو سومي. حنا ما كاينش هذا التخصص، ما كاينش مي حنا واش نحاولوا نسقوا كبسيكياتر، نسقوا مع دي زوارال، مع أطباء أنف وحنجرة، مع أطباء تاع الأمراض الصدرية، ونعطيو علاج ونحاولوا في نفس الوقت نعطيو نصائح، لانه كيما ريجيم مثلا يقدر يقولنا دكتور بن سراج على البروتوكول اللي يقدروا يتبعوه لو ريجيم طبعا يقدروا. يعني دوك بالاضافه الى يعني العلاج الفيزيائي يعني تعالج السبب مباشره، هنالك نصائح يعني يقدر يتبعها المريض. اولا قيام بحميه يعني ريجيم اليمونتير، يعني في الليل لازم يتجنب الماكولات الثقيله، الماكولات اللي فيها الدسم بزاف، يتجنب انه يدير يعني ايفور يعني يدير عمل فيزيائي قوي جدا يعني وين يستهلك طاقه، يحاول يعني يرقد على الجنب تاعو ما يقعدش على ظهره، ثاني باش يخلي الجنب الايمن باش يخلي التنفس يمشي مليح. كاين ثاني يعني يرقد في تكون غرفه تكون درجه الحراره تاعها ليست ساخنه كثيرا وليست بارده، تكون درجه دافئه، تكون رطبه ما تكونش ملائمه ما يكونش فيها فوضى بزاف، يعني يكون بعيد على الفوضى. هذه هي يعني كاين ايضا نضيف اضافه دكتور، كاين جهاز تنفس ضغط بضغط ايجابي للريسبيراتور يديروه في بعض الحالات، لازم يحتاج الجهاز ولا كاين لي ديلاتاتور دو نارين هذوك في حاله انسداد يقدروا يكونوا كاين على كل حال. لابني سومي هذه انقطاع في التنفس خلال النوم تحكم بزاف لي بيرسون اجي، يعني الناس اللي عندهم كبار في العمر، ولا تحكم حتى مثلا واحد 30 سنه في عمره تقدر تحكم واحد 30 سنه اذا توفرت بعض الظروف، يعني السمنة، لو ديابيت، سيرتان مالادي اورال تقدر تكون عندي هي صح. طيب لما يجيكم هما يجيب لك الاكزام تاعو من عند طبيب الانف والاذن والحنجره، يجي عند الطب العقلي يقول لك فوالا انا حل. اسكو تحكم هذاك المريض عندك في المستشفى 24 ساعه كما احنا نعرفوا ريزيبرتونجو، تحكموهم 24 ساعه على مابا، ديروا لا مابا تحكموا 24 ساعة. تعطيه يروح يبات بها باش تعرف من بعد كيفاش عنده لا تونسيون ما عندوش. بوغ لابني سومي اسكو كاين جهاز ايضا؟ كاين جهاز يسمى بالاوكسيماتر، يقيس نسبة الاكسجين في الدم، هذاك هو اللي يمدوه للمريض يقعد به مدة 24 ساعة، يروح به للدار ولا يبات به في المستشفى؟ يبات فيه في الدار في المنزل، يعني علاش يروح به الأحسن للدار؟ باش يروح في البيئة اللي راه عايش فيها، يعني في المستشفى كاين ظروف واحدة أخرى، هو من الأحسن يكون في الظروف اللي راه عايش فيها يوميا، يعني باش يشوفوا نسبة تشبع الاكسجين. هذا متوفر في المستشفيات؟ متوفر عند المستشفيات. جميل. ومتوفر عند ايضا عند الاطباء الاخصائيين في هذا المجال. نتمنى تفضل دكتور. كاين مرض اخر شبيه بالتوجر في الامراض المسببه لامراض عضويه مسببه لاضطراب النوم، اللي هو سيندروم دي جومب سون ريبو، متلازمه الارجل الغير المستريحه. تقدر تقولنا عليها دكتور سيراج؟ هذه متلازمه يعني كاينه، هي عود الانسان يعني لي جون تاعو الساقين تاعو لازم يحركهم،
يعني لا إرادية. نعم هو نايم يعني باريزومبل هكذا نايم يحرك رجليه. نعم هذه هكذا وهذه يعني تأثر على الجودة تاع النوم، يعني يفطن في وسط الليل وتأثر على الجودة تاع، وعندها يعني علاج، يعني عندها علاج اللي هو طبيب علاج يعني باللي بنزوديازيبين سي دي زونكسيوليتيك مضادات للقلق، وهي عندها من الوظائف تاعها الريلاش لي ميسكل يعني تقوم باسترخاء تاع العضلات، هذا العلاج تاعها يعني لو كان يعالج مده قصيره يريح منها، يعني ماهيش متلازمه خطيره، ولكن الانسان اذا استهزى بها قادر تاثر سلبا يعني على الحاله الاخر النوم تاعو، وقادر تاثر على وظائف فيزيولوجيه اخرى، لهذا يعني اللي يعود يعاني منها ننصحه راح يتقرب للطبيب المختص باه يدير له علاج ويريح. دكتور بالعوده الى سؤال طرحناه على الشيخوخه، بالطبع كبار السن هما اللي عندهم مشكل كبير. درك انت كي تروح لواحد كبير في العمر يقول لك انا نوض غير ربع ساعه خمسه، انا لازم الفجر نوض له ما فيهاش نقاش، هو تلقاه مثلا يقول 11 تاع الليل وتلقاه ينوض على الفجر مثلا كيما في الشتاء يكون على 3 ولا 4 تاع الصباح. اسكو عنده اضطرابات في النوم؟ ما نشبعش نوم بصح ندير لا سيست، اسكو لا سيست تعوض الليل او لا؟ اولا يعني بالنظر الى الشيخوخه حسب الاحصائيات يعني اللي في منظمة الصحة العالمية تنقص ساعات، يعني ينقص لي بزوان الاحتياج ساعات النوم تنقص عند الشيخوخة يعني مقارنة، يعني شيء نوع ما طبيعي، وذلك راجع لعدة أسباب. غالبية يعني الأشخاص في الشيخوخة يتناولون عدة أدوية، وهذه الأدوية قد تؤثر سلبا على النوم. ثانيا يعني هناك أمور أخرى يعني بالنسبة للشخص المسن، يعني الحركية تاعو تنقص مقارنة بالشخص اللي مازال صغير في السن، يعني ما يقومش بنشاطات كثيرة مثل الذي يعمل ويتعب. صحيح. يعني ما يعودش محتاج بزاف من ساعات النوم، وكما قلت يعني القيلولة هذه اللي ديرها الشخص المسن قد تؤثر أيضا على ساعات النوم. بلا ما نسوا دكتور بن سيراج سبب مهم عند في اضطراب النوم عند الشخص المسن اللي هي الاكتئاب، هو جد منتشر وساباس ان ابيرسو جينيرالمون، ما يقولوش للمحيطين به لانه هو ديما منعزل ويقول لك خليوه هو كبير خليوه منعزل. ما نساوش باللي الانسان الكبير هذا لو طرف تقني او تشطرني عفوا الدكتور العيفه تشطرني الراي يعود كطفل صغير حساس عنده الحساسيه حساس ويحقر روحه كيما ما طليتوش فيا انا نشوف روحي كبر خلاص. كيفاش نتعامل مع الشخص المسن؟ لازم نهتموا به ولازم نشاركوه ولازم نسقسيوه، قال نشاوروه بار اكزومبل راح نديروا الحاجه هذه واش رايك يا جدي ولا يا بابا، واش رايك في الحاجه هذه، واش رايك تخرج معنا، راح مثلا واحد راح يخرج العائله تاعو يخرج معاه باباه بوركوابا يحسوا اون لو فالوريز استادير نحسوا انه مهم في عنده العائله، عنده اهميه في العائله. نعم هو شيء مهم جدا طبعا، يعني لانه الاكتئاب جد منتشر عند الاشخاص المسنين لانهم اكثر عرضه للاكتئاب، وهو يعني من اسباب اضطرابات النوم عند الشخص المسن. كيفاش نتعاملوا في هذه الحاله لما نلقاو شيخ مسن ولا عجوز مسنه الجد ولا الجده عندهم اضطرابات النوم والسبب هو الاكتئاب؟ كيفاش نتعامل؟ نعيطوا لكل ابنائهم ونقول لهم لازم تهلاو في والديكم، ولا ماذا بيا تندير لهم رساله توجهوا رساله مباشره لهؤلاء الناس اللي ما داروهاش بقصد؟ مستحيل يعني يكون الانسان يكره باباه ولا يماه. انا لما قولها بكل صراحه واعتذر، وهذا رايي الذي يمثلني كشخص فقط، لما ارى شخص يرمي الوالد او الوالده في دار المسنين صدقوني اتعجب تعجب. يعني مهما تكون الظروف حتى عندك بيت وحده باباك قبل اي انسان، ما نقولكمش طيشوا الزوجه تاعكم ولا نحرضكم على زوجتك، هذا امر شخصي ولا يهمني بتاتا، ولكن مع احتراماتي الاب والام يعني شحال يعيش لباباك هذا ولا يماك هذا. والله صدقني لما نروح لدار المسنين الكلام يروح لي اتعجب صراحه، فما بالك انه الانسان يعود عايش معه باباه ويعود عايش معه يماه. انا نخدم يوم ماني عيان عندي الاولاد يشوف غير مرته ولادو ما عنديش الوقت، وينسى هذيك الام مسكينه وينسى هذاك الاب اللي هو جدنا وجداتنا. فتراكمات تفعل وتصنع ضغط رهيب بالنسبه للجدات والاجداد اللي هما كبار في السن، هما مهمين جدا. احنا مش يقول لك احنا ناس زمان يقول لك مثلا البركه،
على بالنا براكم من بصح يكون ترجع لوراء تخيل امك هذه شحال رفداتك وشحال تعبت عليك راح تحس بتعبها الان وهي تفرح طفله صغيره صح هي شيء عجوز ولكن قلبها صغير وحساسه جدا. تفضل دكتور. طبعا هذه يعني نقطه مهمه تكلمت عليها الاخ قمر الدين، يعني لازم الانسان المسن هذا يحس باللي مازال عنده قيمه في المجتمع سواء في العائله تاعو او في المجتمع الخارجي، لانه في بمجرد ان يلحق السن الشيخوخه يعني يعود خرج لاروتيرات يعني خرج للتقاعد يعود ما يخدمش يعود يشوف روحه اصلا يعني مهمش. لهذا كما قال الدكتور العيفة جليل يعني لازم نشاوروه لازم نخرجوه يحوس لازم نهضروا معاه نديروا له ديزاكتيفيتي هكا نشاطات نحاولوا ندمجوه في النشاطات العائليه اليوميه باش يحس روحه عنده قيمه. دكتور بن سراج يعني نتحدث بصراحه وبما ان في برنامج طبيبك النفسي ساكسر كل القيود، على احنا عندنا في المجتمع الجزائري مثلا والمجتمع العربي نقولوا عيب نروح نحضن مثلا انا بابا كبير نروح نحضن بابا في صدري ولا روح نحضن يما الكبيره في صدري عيب نقولوا نقولها نحبك يا يما ولا نحبك يا بابا وما يقولوا كبار في النار يقولك انا راجل نقول نحبك يا يما ونحبك يا بابا هذه عيب كبير التكوين النفسي تاع الفرد الجزائري. نعم. اصلا كيفاش نتخلصوا من هذه الذهنيات الخاطئه؟ هو بالرغم من انه الدراسات المتقدمه التي صنعت ضجيجا كبيرا ما بين المختصين خاصه في الطب العقلي أنه لما تقول هذه الكلمات ترتاح نفسيا أنت كشخص قبل أن يرتاح المتلقي، ذاك المتلقي هو جد أو جدة تعب وسهر كثيرا على الأقل لما تحضنه الجد لازم نكسر هذه الطابوهات. الأم الكبيرة ولا الجدة نحتاج كلمة حنان نحتاج كلمة حب، على إحنا في المجتمع الجزائري تقول له راني محتاج حنانك يا جدي كأنه طيب في الهضرة. هذه الطابوهات اللي حبينا أنتم كأطباء مختصين ربما توجهونا، الحمد لله شعب جزائري كريم جدا فقط محتاجين توجيه. واش تقولنا في هذا الصدد رجاء؟ واش راح نقدروا نقولوا اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الابتسامه في وجه اخيك صدقه. صحيح. فما بالك انه جدك ولا امك ولا جداك ولا عندها قيمه كبيره، انت ممكن تستسهلها هذيك الكلمه الطيبه ولكن عندها وقع وتاثير نفسي كبير يعني. وعلى كل حال هي بدات تتغير الذهنيات بارابور للشيء اللي ذكرت، ان شاء الله نأمله خير ان شاء الله يكون وعي. يعني نزيد نعقب على واش قال الدكتور جليل، يعني هذا يكون عن طريق التحسيس بهذه الامور. يعني مثلا يعني الهدف من البرنامج هذا نقوم بالحملات التحسيسيه انه فائده انك تقول كلمه طيبه انك هذا لو سوتيان بسيشيك يعني الدعم النفسي للوالدين هذو المسنين يساعد كثيرا يعني يجبدهم من حاله تاع الانعزال اللي قادره تؤدي الى الاكتئاب ويؤثر سلبا على حياته هذه عن طريق حملات تحسيسيه وتوجيه المواطن. قال ما فيها حتى عيب تقول باباك حتى وراه كبير باللي راني نحبك، ما فيها حتى عيب تقول يماك باللي راني نحبك، تعاونها قلها مازالك راكي عندك قيمه ونحبوك بزاف وما نقدروش نعيشوا حتى الهديه يعني لها اثر. حتى الهديه لما يعني تقدم يعني للجده او الجد سواء هديه ماديه او معنويه. نعم يكون صحيح عندها تاثير ايجابي كثير الجده والله عندها. الجده يعني اذا تشطروني الراي انا متاكد من كل جداتنا تدي لها باطه حنه، خلينا نقولوا بالجزائري يعني حتى حنه هكذا اون بواط صغيره تقولها يا جده هاكي شوفي جبت لك، تفرح الجده هذيك وتقول لها ورده مثلا تقول لك الشيء الاهم الذي اردت ان اسطر او اوقع عليه كلامي وأضع النقاط على الحروف هو أن الشخص ما يقول لذلك الشخص يا جدي أنا نحبك، ما قيمة الحالة النفسية هنا؟ كيف سيرتاح ذات الشخص الذي قالها للمطلق؟ يكون عندها وقع إيجابي سواء على اللي قال الكلمة أو اللي تلقاها، ويكون هذا ينعكس أيضا في المعاملة لأنه يعني هذا الأحاسيس يأثروا على الجانب النفسي ويأثروا حتى على الجانب الجسمي. يعني يكون عندها وقع إيجابي كثير إذا راح تزيد في الأداء راح حتى تقوي الجهاز المناعي تاع الشخص هذاك المسؤول. يعني الفرح هذه حالة الفرح وحالة السرور هذه راح حتى تقوي الجهاز المناعي تاع المتلقي هذا الشيء. جميل جدا لو سمحت برك أردت أن أعقب على نقطة مهمة جدا فضل. ولم نتكلم عنها باش ما يزعفوش علينا نسى. أكيد يعني نهضر على الجنس الأنثى لأنه أكثر عرضة لاضطرابات النوم
من الرجل، وذلك السبب. السبب هو راجع للتغيرات الهرمونية سواء تتعلق بالدورة الشهرية، يعني كل شهر، أو في حالة الحمل يعني، أو في حالة يعني سن اليأس. يعني هناك تغيرات هرمونية تؤثر، يعني قد تؤثر على جودة النوم وكيفية النوم. كيف نتخلص بالحلول دكتور؟ الحلول هي يعني إذا كانت اضطرابات مؤقتة، يعني ننصحوا بالليموزير ديجيان، يعني أسلوب الحياة، يعني اللي نعرفه كامل، يعني يرقدوا في شامبرة تكون كالم، تكون بعيدة على الفوضى، تجنب الشاشات، تجنب يعني الضغط، قيام بعمل فيزيائي يعني وين يستهلك طاقة كثيرة. وإذا هذه الحالة دامت، يعني يجب في هذه الحالة وجب اتجاه الدكاترة المختصين. دكتور العيفة تفضل. من بعد باش نضيف واش قال دكتور بن سيراج، ايضا بعد لي ميزور اللي يقدروا يديروها، ننصحهم ما يتوجهوش مباشره للفراش، يعني توجه مباشره توجه للفراش الا بعد ما تكون فريمون تعبان وناوي ترقد، يعني ما تروحش في الفراش وتسترخي، هذا راح يصعب الدخول في النوم. طيب اضطرابات النوم موضوع شائك جدا مشاهدينا الكرام، بالطبع سنناقش هذا الموضوع عبر صفحتنا في الفيسبوك، وهزينا رأي من أراءكم. فكتب اليزيدي قال أحد أصدقاء الفيسبوك على الظاهر أسفل الشاشة بالطبع مشاهدينا الكرام، قال في عصرنا الحديث دخلت على حياتنا التقنيات الحديثة والجوالات والإنترنت وغيرها، وأدت إلى توتر الساعة البيولوجية وغيرت أسلوب الحياة، وأصبح حتى بعض الصغار يعانون من اضطراب النوم. هذا ما كتبه في تعليقه على صفحة الفيسبوك. إذن هنا يتضح لنا أنه تكلم على الساعة البيولوجية، الساعة البيولوجية، وأيضا يتحدث عن الهواتف، ربما النقالة هنا، الجوالات والتقنيات الحديثة أبعدتنا في الأسر حتى يعني تلقى مثلا باباك منا وانت منا، انت بورتابل هو بورتابل، وهذه حدثت كثيرا. يعني بعدتنا على بعضنا، وهذه الأشياء اللي خلاتك تحكم البورتابل حتى الوحدة عندي، ومن هنا يبدأ اضطراب النوم. تفضل دكتور العيف. شكرا. هو تكلم على ساعة بيولوجية، هو حقيقة أن النوم هو يعني دورة بيولوجية، يعني دورة صحيح. بيولوجية كل ما يساهم في يعني لابيرتورباسيون، في اضطراب هذه الساعة البيولوجية، راح يؤدي أكيد إلى الاضطراب في النوم. كاين نقطة من بين أيضا اضطرابات اللي تؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية ما تكلمناش عليه، هو اللي يطلق عند الناس اللي يسافروا بين مدن بعيدة. صحيح. بعيدة في توقيت الساعي. نعم. هذه من شأنها أنها تأثر على الساعة البيولوجية. مثلا واحد يديماري من هنا من الجزائر يروح للصين، تنديف مثلا أيضا، ممكن هنا ساعات قريبة ما تأثرش كثيرا، ولكن لما تكون 7 ساعات 8 ساعات حتى 12 ساعة تأثر كثيرا. واحد يديماري من هنا ينطلق من الجزائر في النهار، بعد 12 ساعة يوصل للصين في النهار، يقعها نهار. يعني بينما هو عيان حاب يرقد، الناس راهي هذون فاقت. دونك هذه من بين المشاكل. حتى الناس مثلا يخدموا في الليل يزاجون، لا امثالنا حنايا، خاصه المناوبات الليليه بالنسبه للاطباء. طبيب صدقوني، الطبيب لما نقول مناوبه ليليه اريد ان اسطر واضع نقطه هنا. الطبيب الجزائري ولا الطبيب في العالم لما يقوم بمناوبه، صدقوني يبدا من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع غدوه، يعني يبدا من 8 هذه يكمل 5 يزيد يكمل لاغارتي حتى 8 تاع الصباح. كيف يستطيع؟ واحيانا بوست غارد شي في المشاهد الكريم نورمالمون 8 يروح يروح يقول البروف لا كمل، لازم تكمل حتى 4 تاع العشيه. يعني كيفاش هذا الطبيب يتحمل هذه الطاقه الكبيره، والا يؤثر ذلك يا دكاتره على صحه الطبيب، وخاصه في الاسبوع؟ اليوم هو ما لقيتش 24 ساعه غدوه لازم يرقد، كيفاش وعنده 3 غارد باريكزومبل في الشهر ياثروا عليه بطريقه مباشره، خاصه مع طبعا يؤثر، لانه لو سومي سي اون فونكسيون فيزيولوجيك تري امبورطونت. لو سومي لي ريباراتور يساهم في اعاده التوازن تاع الضغوطات النفسيه لحد الانسان في اليوم خلال المناوبه. اي يعني خلل في ساعات النوم
من شأنه أنه يفاقم الضغوط النفسية ويأثر يعود عليه بالطبع. راح نشوفوا أيضا أصداء الشارع وش قالوا لنا في هذا الموضوع بذات اضطرابات النوم ونصحح الفكرة إذا كانت خاطئة. نشوفوا الآن ولنا عودة مشاهدين. والآن ماذا بنا نسقسيو الأطباء منا يعطونا واش يعني الإنسان واش يقدر يدير كي يكون المخ يخدم بزاف وما يرقدش، واش لازم يدير؟ حقيقة الدواء هذاك لازم يكون حل، لازم يكون حل كما يقولوا أبدي. والله غير لو كان يروحوا للدواء ونعرفوا باللي الناس من بعد ما تبعش الدواء كذا من الهيكاتيك ومن بعد يولي نقدر نقول لك ما يرقدش بشهر. كاين الناس ما رقدتش شهر ومن بعد خلاص الكارثة الكارثة. مشاهدينا الكرام، كما شفنا أصداء الشارع بالطبع روحوا للدكاترة، أنتم سمعتوا تصريحين، نبدأ معك دكتور بالسراج تعليقك. يعني أنا نعقب على التصريح الأول ونترك التصريح الثاني عقب عليه دكتور جليل. تفضل. بالنسبة للشيخ اللي قال يعني الجانب الروحي والآخر، يعني صح هو كان فيها شيء من ذلك، ولكن يعني المشكل تاع الأرق يعني لا ينحصر فقط في هذا. هي صح المشاكل قد تؤدي إلى اضطرابات في النوم يعني، ولكن مشاكل تؤدي إلى اضطرابات في النوم مؤقتة. يعني دائما أنا أقول يجب يعني وضع الإصبع على المشكل، يعني ما سبب هذا الاضطراب في النوم. طبعا هناك يعني علاجات ثابتة اللي هي أسلوب الحياة وكما تكلمنا عليها عدة مرات، يعني أنك يكون يعني النوم بانتظام. يعني إضافة إلى ذلك هي إذا كان هذا المشكل يعني فات يعني شهر وزاد ده، لازم يروح الإنسان يشوف المختصين. جميل دكتور العيفة، التصريح الثاني. شكرا لك. في نفس المعنى واش قال دكتور بن سراج، لازم نفرقه هو المشاهد المواطن الكريم اللي صرح وتكلم على اضطرابات النوم اللي تكون عابره، يعني تكون مشاكل نفسيه وضغوطات يعني اجتماعيه عابره، هذيك نقدروا نتجاوزوها بسهوله يعني بعض لي ميزور يعني. ولكن يعني احنا نتكلموا على مرض اضطراب النوم يعني الذي يعود الى اضطرابات مرض نفسي او مرض عضوي اللي لازم تدخل اخصائيين في الصحه العقليه. نتمنوا ان شاء الله يكونوا استفادوا من هذه الاجابات. بالطبع مشاهدينا الكرام، ركن رسالتك الى طبيبك النفسي سنتحدث عنها بالطبع. فتقول الرساله: أنا طالبة جامعية ولدت في عائلة كثيرة المشاكل، ومع زيادات الصراعات داخل العائلة من جهة، والتي انتهت بانفصال والدي. زيادة على هذا ضغط الدراسات الجامعية، أصبحت أعاني من قلق وتوتر شديدين، وأثر ذلك سلبا علي وصنع لي أرقا كبيرة وصعوبة في النوم، فأبقى ساهرة لساعات طويلة، مما أثر علي ذلك سلبا على حياتي الدراسية والشخصية. أفيدوني يا دكاترة. بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم هذه الرسالة بالطبع ستكون رسالة العدد. نروح مباشرة للدكتور بن سراج. يعني ما أعجبني في الرسالة، عندها سلبيات وعندها إيجابيات. أنا شخصيا ما أعجبني انفصال والدي، ولكنها تدرس في الجامعة. هذا هو الشيء الجميل، هذا هو حقيقة الإنسان المثابر الذي عنده إرادة حقيقية في قلبه. رغم انفصال والدين إلا ذلك لم يؤثر على حياتها الجامعية والدراسية، وتركت من الجامعة مفتاحا لنجاحها. يعني التعليق تاعي على هذه الرسالة هي رسالة مؤثرة. يعني صحيح. يعني نحس يعني أتعاطف مع هذه الطالبة، يعني ما عشت في عائلة وين فيها مشاكل بزاف وأدت إلى انفصال والدين، ومع ذلك يعني ثابرت من أجل أن تدرس في الجامعة ويكون لديها دراسات، ولكن تكلمت في الرسالة وإن قالت راني نعاني يعني من مشكل أرق والسهر لساعات طويلة، وبدأ ذلك يؤثر على يعني نتائج يعني الدراسة تاعها والحياة الشخصية تاعها.
وانا يعني من هذا المنبر ننصحها باش تتقرب لاقرب اخصائي يعني طبيب مختص يعني باش يساعدها. يعني يعني على حسب واش فهمت يعني القلق والتوتر الشديد قد يكون هذا راجع للمشاكل الاجتماعيه ويعني قادر ومشاكل ما ولاش تنجم حتى ترقد يعني ممكن هذا المشكل يكون مرتبط باضطرابات القلق واللي تؤدي يعني بصعوبة كبيرة في النوم. لهذا أنا أنصحها يعني في أقرب وقت تروح تتقرب يعني من طبيب المختص يعني بدون أي حشمة بدون أي خوف. بالعكس يعني بالعكس راح يعاونها وراح يكون في بلاصتها ويفهمها مليح وقادر يعالجها ويعني تقدر تخرج من هذه الحالة بكل بساطة وراح ينعكس بالإيجاب على الحياة نتاعها. حنا هوني ديسبونيبل نقولها حنا هوني ديسبونيبل كو سوا تشوف أخصائي في المنطقة تحاول تسكن ولا تتصل بينا عن طريق البرنامج. أنا دكتور نسيراج أي واحد أوني لا أوني ديسبونيبل يعني تعاطفنا معها صحيح. لأنه كانت رسالة مؤثرة احنا أوني لا أكيد بالطبع في الأخير نتمنى إن شاء الله يعني لما تلقى رسالة كما هذه مملوءة بالإرادة والعزيمة تقول الحمد لله الناس عندهم إرادة وعندهم عزيمة. طبعا كلمة ختامية دكتور بن سراج للأسف ينتهي وقت البرنامج الحمد لله كان الموضوع شيق أيضا. نعاود نشكركم على الاستضافة نشكر قناة الجزائر N1 أستاذ قمر الدين بوزيد والأخ والدكتور والزميل جليل. يعني نقول يعني للشعب الجزائري أنه اضطرابات النوم هو مشكل يعني كثير الشيوع. في حالة ما إذا هذا المشكل شفتوا باللي راه دام فات شهر يعني ننصحكم باللي ما تخلوش الأمور تتفاقم، تقربوا من الأطباء والأخصائيين النفسيين. إحنا رانا في الخدمة يعني هنا أطباء مختصين في الأمراض النفسية والعقلية، رانا هنا إن شاء الله في الخدمة نعاونكم بالأمور اللي نقدروا عليها لأنه هذا راح يرجع بالفائدة على حياتكم. زميلي في البرنامج عطينا كلمة ختامية نقولوا لهم لماذا المعاناة، يعني لماذا الواحد يستمر في المعاناة ألور كو كاين الحل كاين سوليسيون كاين الأطباء مختصين في الشيء هذا اللي يقدموا لكم حلول إن شاء الله بكل حب وود. شكرا شكرا جزيلا دكتور العيفة. مشاهدنا الكرام هناك حلول جذرية لكل المشاكل التي ربما تؤرق حياتنا، ولكن للأسف الشديد دائما نبتعد عن الحالة النفسية أو الطب النفسي والطب العقلي. ليس عيبا أن نتجه للأطباء، العيب أن تبقى تلك الشوكة في قلوبنا. ولكن فتحنا لكم هذا البرنامج كي نعيش سوية كل التجارب وكي نجد حلولا لها، وصممنا بكل قوانا أن تكونوا أنتم أبطال هذا البرنامج. قمر التبوزيد يحييكم وألقاكم في أعداد أخرى. سلام.